ميني ستوديو. هاي لك كل أصحابنا يلي عم يحضرونا اليوم بميني ستوديو مثل عادة على الساعة 4 ام تي في عم تخلينا انه نلتقى نحن وياكم كل يوم بمواضيع جديدة يمكن ما كنتوا تعرفوها من قبل. واليوم بما انه التنين يعني رح ننطلع بموضوع جديد واللي هو الكويزين او الكويزينية. هيدي المهنة اللي هي مهنة الطباخ او الطبخ مهنة صارت كتير منتشرة بكل العالم لانه هلأ العالم انفتح على بعضه. يعني صرنا بلبنان ما منلاقي بس الاكل اللبناني، صرنا منلاقي اكل ياباني، اكل صيني، اكل هندي وكتير غيرهم من المأكولات. هيدا عدا عن الفاست فود اللي مناكله اللي هو مش من لبنان، من غير بلدان. فاذا رح نتعرف اكتر اليوم عن هيدي المهنة ومع كيكي رح نشوف معلومات عن الكويزين وعن الكويزينية مع رادون، رح نشوف اخبار رادون اللي تعودنا عليها. الله يستر اليوم شو بيكون محضر لنا. بس قبل كل هيدول خلينا نروح شوي نشوف شوية اخبار جاسبس ورح نبلش هلا مع راس لينش. راس لينش او أستن اند آلي، لكل يلي بحبوا هيدي السيري على ديزني تشانل بحب اقول لكم انه هلا صار في بكل المحلات اللي بتبيع سيديات سيدي لاغاني أستن اند آلي، هيدي السيري اللي بتحضروها كل يوم. فاذا صار فيكم تشتروا هيدا السيدي او حتى تفوتوا على الانترنت بمساعده حدا من اهلكم وتعملوا داونلود للاغاني، هيك تسمعون كلهم بدون ولا اي استثناء. واليوم انا نقيت لكم بليون هيتس لراس لينش رح نشوفها هلا ومن بعدها بنكفي كل اخبارنا. To take it to the studio, this is not a comeback. Following my own path, laying down the fat tracks. I'm a music maniac. ومن راس لينش رح ننتقل لنشوف دامي ليفاتو. من فترة ديزني تشانل نزلت موفي اسمه فروزن على الصلاة، والكل يمكن نزل حضره لفروزن كان بفترة عيد الميلاد. هيدا الفيلم حقق نجاحات كتير كبيرة، ولكن الغنية تبعه اللي غنتها دامي ليفاتو قدرت تكون توب 1 من بين 200 غنية على بيلبورد. يعني بيلبورد اللي هي موجودة بأمريكا نقت انه هيدا الغنية تكون نمبر 1 من بين أكثر من 200 غنية. يعني تخيلوا قد ايه هالغنية حلوة. كرمال هيك رح نسمعها هلا كلنا سوا Let It Go من فروزن لديمي ليفاتو، ومن بعدها بنشوف شو الميوزك فيديو اوف ذا داي. Let it go, can't hold it back anymore. Let it go. أما هلأ الميوزك فيديو اللي كتار منكم بينتروه كل يوم هو نقيناه من لمنيد ماوث. هيدا موفي كان على ديزني تشانل من فترة عم ينحط بكترة. لمنيد ماوث حقق نجاح كتير كبير والأغاني اللي فيه حققوا نجاح كتير كبير. كرمال هيك اليوم بجاسبس نقينا أنه نحضر لبريجيت ماندلر من لمنيد ماوث غنية اسمها بريك ثرو، رح نحضرها كلنا سوا ومن بعدها رح نبلش حلقتنا مع كيكي بمعلومات أكيد ما رح تلاقوها غير عنا هون بميني ستوديو، لأنه ميني ستوديو مش بس يعطينا معلومات كمان بيخلينا نتعلم نتسلى نربح كلهم بمحل واحد هون. فإذا كل يوم كونوا معنا لأنه رح أحضركم مفاجآت يمكن بعد مش شايفينها. رح نروح هلا عند بريجيت ماندلر نسمع بريك ثرو، من بعدها بتنطلق حلقتنا اللي بتحكي اليوم عن الكويزين. No one inside. Keep on moving on. Keep on moving on.
اليوم ومثل دايما بيكون معي كتاب، بس هالكتاب عن شو بيحكي او الكون؟ انتو شو اكلتوا اليوم؟ اكيد اشياء طيبة حضرتها الماما او التيتا، لانه الاكل بالبيت طيب كتير، والبيت اكيد الاكل بنعمله حسب ريسيبي او وصفة منلاقيها بكتب او كمان اهلنا بيعلمونا اياها. هالكتاب اسمه Le Grand Livre de Cuisine des Enfants. ليش؟ لانه انتو كمان فيكن تكونوا بالبيت وتعملوا اشياء طيبة وتضيفوا اهلكن مثل ما هن بحضروكن اشياء تتاكلوها. بقلبه في وصفات هينة من اشياء انتري، يعني اللي بناكله قبل ما ناكل الطبق الرئيسي، وبعدين الاشياء يلي بناكلها كطبق رئيسي بيكون فيها عادة بروتين، يعني يا دجاج يا سمك يا لحمة او حبوب كمان. وبعدين في اكيد شو اطيب شيء من بعد الاكل؟ الديسير. يي ليكو شو طلع لنا؟ جالات دي روا. يعني بصير فيكم تعملوا انتم الجالات دي روا وتحطوا بقلبها الستاتيو صغيره فوندان وشوكولا، يامي تيراميسو. كل هالوصفات هينه، بس اكيد ما فينا نعملها لحالنا، لازم حدا كبير يكون معنا، لازم نستعمل الفرن او النار. هيدول الوصفات لانتو الطبخ صار شيء مهم كثير، وصار في مهنة يلي هي الشيف. كتار منكن على تيفي بيحضروا الشيف يلي بيكون لابس برنايطة بيضة وبحضرنا اشياء طيبة وبعلمنا كيف فينا نعملها. فإذا الأكل صار كتير كتير مهم، وصار في عنا أشخاص كتير حوالينا بيعلمونا وصفات هن بيكونوا اخترعوها. في مسابقات بالعالم، في ناس بيكونوا بيربحوا هالمسابقات وبيصيروا مشهورين كتير، بيسموهم لشيف إتوالي، يعني عندهم إتوال لأنه هن بيطبخوا كتير منيح، وأوقات بيفتحوا مطاعم وهيك بيصيروا كتير مشهورين بالعالم بيحكوا عنهم كلهم. فإذا نرجع منقول إنه الأكل مهم، وإذا نتعلم نطبخ نحن وصغار بلكن نكتشف بعدين إنه هيدي مهنة منحب نعملها. حلقة اليوم بتحكي عن الأكل أو كمان عن الكويزينية، ونحن عنا شخصية منحبها كتير، هو اللي بحضر لنا الأشياء الطيبة والباستا والصوص وأشياء كتير، اسمه ليموناد الكويزينية. رح تتعرفوا عليه أكيد بحلقاتنا. J'ai envie d'un bon déjeuner. Au menu du poisson grillé et de la salade, c'est pas compliqué. Pour le dessert, je choisirai un bon fruit, c'est plus léger que les tartes et les bons gâteaux qui feront entasser les kilos. Il va falloir préparer la fête de ce soir, faut se régaler. Du jus d'orange, gâteau et tarte, du pain chaud et de la marmelade, une variété de bonnes salades. Oui, on fera une grande balade pour bien digérer tout ce qu'a préparé. Limonade le cuisinier, limonade le cuisinier, limonade le cuisinier, limonade le cuisinier. بدي صير معلمة، وبعد الظهر بدي غني بميني ستوديو. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. سيزار مخول عمره 9 سنين،
بحب كتير الشيان وما بحب أبداً الكاتس. ناي نادر عمرها 9 سنين، بتحب كتير تلعب باسكتبول وما بتحب الفوتبول. حلقة جديدة من ميني ستوديو، يعني أكيد حلقة جديدة من ون مينت أت بألف مع مشتركين جديد تعرفتوا عليهم هلأ. تنشوف هلأ مين اللي هيجمع على سكور. سازار بتبلش أنت؟ يلا ستارت جيم. 50,000، لا هي 5,000، إياها 50، لا أوكي فيك تحط بعد وبعد 10، مزبوط أوكي برافو سيزار. 30,000، مزبوط أوكي بعد برافو بعد 10، بعد معك 25 ثانية، 11,000 برافو. لا أوكي بس بعد عندك 40,000 أوكي برافو سيزار. 10 ثواني، 10، لا 115، يعني قدي بعد بدك؟ لا بدك بعد 5، خلص وقتك. سيزار جمعت 1635 نقطة. تنشوف هلأ ناي قدي لح تجمع. ناي play again. ألف كمان ألف، 10,000 برافو ناي. لا هيدي 5 برافو، 51، 125,000 أوكي مزبوط، وبعد كبسي عليها برافو ناي. 220 مزبوط، بعد لا برافو، وبعد لا شو ناقص بعد؟ 200 مش 100، يلا معلي تاني وحدة. 151,000 لا شيليهم بسرعة بسرعة، بعد معك 30 ثانية. اوكي 100، خلصوا 3 ثواني كان قصدي اقول. جمعتي 1545، يعني مين ربح؟ سيزار ربح. سيزار شو هي هديتك؟ بنشوفها هلا كلنا سوا. هديتكم من بنك ليبانو فرانسيز هي بطاقة يوث تتفتحوا حساب باسمكم وكمان 100 دولار، مبروك. وتأكبر بدي يصير حكيم، بدي يكون عند الطيارة لأبرم العالم. لكل طموحاتهم نحن حاضرين. هاي كيفكن؟ إن شاء الله تكونوا كلكن منيح وكلكن حاضرين تتحضروا وتضحكوا كتير ب فاني فيديوز، مزبوط. هلا صار دور الفقرة يلي بتقول إنه منحضر فيديو منتضحك كلنا سوا. شو اسمها الفقرة؟ فاني فيديوز. هلا رح نحضر فيديو كتير مهضوم كلنا سوا وإن شاء الله تضحكوا. ريدي؟ بلاي. هيدا الزلمة واقف هوب عم بنط بس وقع على الوحل. It's rare to see a guy this age who still needs to be potty trained. عم بيطلع تيوقف وبتنكسر فيه وبيهرب كأنه ما صار شيء. هون فيه عم بتحط النجمة على السبان وبتوقع. The bounce house comes with those little spikes that stick in the ground for a reason. Whom you are feels. هيدي البنوت شو عم تعمل؟ حامل الدمبلز. I don't think this is what they mean by baby weight. Oop. هو مبسوط هلا انه هو عم يربح، بس هلا شو بيصير؟ بيتفركش وبيوقع. هيدا الزلمة عم بعربش على الشجرة. شو قولكم رح يصير؟ I don't think he's in this one.
وين كسر الجزع فيه ووقع الزلمة على الأرض. مشهد كتير بضحك، وأكيد نحن بنشوف كتير مشاهد بحياتنا اليومية كمان بتضحك، فإذا ما تنسوا إذا عندكم فيديو كتير مهضوم تبعتوا لي إياه على كل السوشيال ميديا يلي هن فيسبوك، انستغرام، وتويتر، تبعتوا لنا فيديوز كتير مهضومين تأنا فرجيهم بكرة أو بعد بكرة أو بكل حلقات جاية من ميني ستوديو. هلا أنا بدي لكم باي. هاي لكل يلي عم بيحضرونا، وهيدي الجمعة جديدة من الأسئلة يلي عم بسألكن إياها. مثل ما بتعرفوا نهار الجمعة سألت سؤال كتير هين يلي هو أي الفواكه هو كمان بيكون لون؟ أكيد هو لونه أورانج، الأورانج هو لون، ومام تو هو سان فروي. مين جاوب على السؤال؟ خلينا نشوف. هيام كشلون قال لي إنه هو أورانج، وأسرع واحد جاوب عليه أكيد رح يربح هدية. خلينا نشوفها مع بعض. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. مبروك هيام كشلون، وأكيد إذا بدك تستلم هديتك ما إلك غير تتصل فينا على 03-85-86-87. وهلا مثل العادة بسألكن سؤال جديد، وهيدا السؤال أكيد ثلاث أرباعكن بيعرفوه إذا سافروا على هيدا البلد. مثل ما بتعرفوا في فرنسا، بس بدي أعرف شو عاصمة فرنسا. إذا بتعرفوا شو هو الجواب على هيدا السؤال أكيد بتفوتوا على الفيسبوك بيج تبع من ستوديو، بتعملوا لنا لايك وبتجاوبوا على السؤال. يلي بيجاوب أسرع شيء وأكيد بشكل صحيح هو يلي رح يطلع له هدية. خلينا نشوفها مع بعض. مبروك، الهدية هي بطاقة دخول لفترة شهر لتلعبوا وتتسلوا بالشوغر موتش كيدز بلاي جراوند. يلا طبخة خلصت. اليوم رادون رح يطبخ عدس بحامض طيب كتير وبغزة. اوكي يلا، حطيت العدس والسلق من الصبح وغليه منيح. شو يا رادون وينك؟ يلا يلا انا واصل، عم بطبخ يا الي. يطبخ رادون؟ يطبخ هلا هون بنعرف نحن. شوفوني شاري، هي الطباخة اللي بتعمل اكل كتير منيح، بس رادون يطبخ؟ مرحبا للوس. هاي رادون، هيك مبين من عيونك انك جوعان. لا صراحة مش جوعان، بعد كتير للأكل، بس إذا عامل طبخة أنت عاملها ناكل. هان شو بده يعملها؟ ليك شوف إلي، أنا إله يومين عملت عدس بحامض اليوم، بتحبها؟ لا. ما بتحب العدس بحامض يا إلي ولا؟ لا. أنت عاملها؟ أنا عاملها. أوكي، بس لأنه أنت عاملها بدوق. حبيب قلبي إلي، شفت ليه بحبك يا للو، شفت ليه بحبك. ليك صراحة إلهم يومين السلق بالبراد، وبتعرف شوفوني معجوق أو مدري شو مع هيدا شو اسمه الديزاينر، ما ديزاينر مزبوط، ديزاينر شهير اللي هي عم تخيط له تياب. صح، رح ينتزعوا. قلت نعمل العدس إلى من الصبح الطنجرة على النار والشكل أطيب عدس بحامض. شو ناسي إنه أنا كنت الأسيستنت تبعها لشوفوني. برافو رادون، أصلاً ما في شيء بنتعلمه بالحياة بيروح ضيعان. هي يلا، هي ريحة شو طيبة، هي ريحة الطبخة تبعك. شو لكن؟ طيب روح جيب دوق. يلا 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 اللوس يلا. الله يستر لرادون. مطبوخ هيها مش نافع ولا معلقت. يلا يا رادون تعا، يلا هدي هدي هدي، سخنة 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 اوعى تدعي فيها من هون سخنة. يلا ذوقها ذوقها. ايه رادون من الطنجرة بكشي بمخك؟ شو بدي دوقك يا حبيبي؟ ما شوف إذا حبيتها بدوقك بجيب لك صحن كبير. جيب صحن معقول من الطنجرة؟ سير يا إلي يا حبيبي أنت. يلا ذوق 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 كلها 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 كلها. شو كلها رادون؟ شو هي؟ شو؟ يا مي كلها، شو عم تعملها أنت؟ مي؟ شو مي؟ أنا عم بحاول يا حبيبي، شو مي؟ شو هذا يا إلي؟ شو عامل أنت؟ أنا عامل أو أنت اللي عام؟ شو هذا مش شو ناقصها أولا؟ حطيت كزبرة؟ كزبرة لا. حطيت حامض؟ حامض؟ كمان لا. حطيت زيت؟ لا يا حبيبي رح لك شو حطيت. أهون أنا حطيت سلق وعدس وهذا كل اللي حطيته. هذا كل اللي حطيته. أكيد حاطط شي تاني. لأنه بطني بلش وجعني رادون. شو عم تحكي؟ إيه. طب شو بعمل لك؟ ما بعرف شو بدك تعمل. أنا ما بستجي أوصف دواء هيك هيك. لحظة لحظة لقلك، أنا عندي فكرة. لحظة لوين رايح هلا؟ لحظة يا إلي، لحظة يا إلي. سلم عليك يا رادون. لحظة يا إلي، بطنه عم يوجع ولا إلي؟ يلا شو هيدا؟ يلا إلي اطلع اطلع لقلك رادون؟ ساعدني ساعدني ساعدني، رح كسر الدنيا. شو عم ساعدني ساعدني شو في يا رادون؟ شو هيدا منين جاي؟ طلع لقلك طلع طلع، أنا أسرع من يعني بيك شي رادون؟ يا حبيبي طلع لقلك اطلع اطلع
اطلع انا اسرع من الامبولانس يا علي. عن جد مش طبيعي. يلا اطلع 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 منيح مسك منيح. يلا نيم نيم يا حبيبي نيم. يا رادون استريح. هي بس وغمض عيونها. رادون الله يساعدنا عليك يا رادون. شو رادون؟ قال سر بده يطبخ. أقولكم رح تزبط معه الطبخة إذا ما عنده الريسبي أو الروسات المزبوطة؟ أنا بقول أكيد لا، لازم دايماً نتبع لأن الكتب، لأنه هلأ صار في كتب كتيرة بتعلمنا كيف فينا نطبخ. كمان على الإنترنت فينا نلاقي وصفات كتير طيبة نقدر نعملها بطريقة هينة. بس نحنا لما نكون صغار أكيد ما منقرب على المطبخ وعلى النار لحالنا، لازم يكون في معنا حدا كبير. طيب هلأ حلقتنا حكيت عن الأكل والطبخ وأنا بلشت جوع، بس كنت عم بقرأ هديك الساعة إنه من زمان الإنسان البدائي ما كان يأكل إلا الأشياء يلي بلاقيها حواليه. يعني إذا كان عايش على شط البحر كان يأكل بس سمك وأكيد ثمار البحر، وإذا كان بالجبل كان يصطاد الحيوانات ويأكلهم. أما اليوم حظنا حلو كتير لأن فينا نأكل من كل شيء، بيجي الأكل من مناطق كتير من بلدان العالم. فينا نأكل أنواع من الفواكه والخضرة يلي ما في منها حدنا، بيجيبولنا إياها من برات لبنان. طيب وهلأ شو رأيكم إذا منفتح صندوق بريد ميني ستوديو ومنشوف مين خبرنا شي خبرية برسالة بعتنا إياها عبر فيسبوك بيج تبع ميني ستوديو. عندي رسالة هلأ بعتتلنا إياها لولو طرف، بتقول إنه هي من بيروت بتحبنا وبتجي دايماً بتشترك بميني ستوديو. كاتبة I love you I love you we love you too لولو، وأكيد رح تحصلي على هدية رح نشوفها سوا. احفظي هالرقم 03-85-86-87 تتجي تاخدي هديتك. مبروك لإليك ومبروك لكل أصحابنا اللي عم بيشتركوا معنا. ما تنسوا أنه عبر ميني ستوديو عبر الفيسبوك بيج فيكن تشتركوا بمسابقات تربحوا هدايا، وأكيد كمان تبعتوا لنا رسائل وصور لإلكن. وهلأ حلقتنا رح تخلص، منغني منقلكم باي، شوفكم بكرة. مبروك، الهدية هي لعبة حلوة كتير تقدمت أبو شبكة. مبروك لألكن، الهدية هي ساعة حلوة كتير تقدمت بيير روجيه. شانتال ساليبا، اليوم رح يصير عمرك 3 سنين. هابي بيرثدي من كل أكيب ميني ستوديو. مبروك، كيدز تينز جايد هو هديتكن لتقدروا تعرفوا وين فيكن تروحوا وشو فيكن تعملوا بلبنان. Joue à la devinette, je vous pose une question. Qu'est-ce que vous gardez dans vos têtes de votre enfance? Attention! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ça commence par un bi, ça finit par un rond. Oui, c'est cela, le biron. Maman, je veux un biron. Papa, il est bon. Mon biron, maman, à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Maman, je veux un biron. Papa, il est bon. Mon biron. Le matin en me réveillant, je te réclame à tue-tête. C'est ce qui fait venir maman avec l'objet de la fête. Ça commence par un bi, ça finit par un rond. Oui, c'est cela, mon biron. Maman, je veux un biron, papa il est bon. Mon biron, maman à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. De dormir et que la musique s'arrête, le marchand de sable va partir et moi seule dans ma couchette. Avant de fermer les yeux, je te fais un gros câlin. Tu restes à côté de moi et tu me dis à demain. Maman, je veux un biron, papa il est bon. Mon biron, maman à moi. Le biron, sinon je pleure, je veux mon biron. Maman, je veux un biron, papa il est bon. Oh.